السلام عليكم مازول فلاون، مرحبا بكم في صفحتكم وقناتكم اثاث الثقه. وكما راكم تشوفوا محتوى تاع اليوم راهو غرفه نوم بالخشب الاحمر. قبل ما نبداو الفيديو تاعنا خاوتنا، فضلا وليس امرا ديرونا ابوني وفعلوا زر الجرس هكا باش يلحقكم كامل جديد تاعنا، وفضلا وليس امرا كذلك خاوتنا ديرونا جيم هكا باش تدعمونا نبقاو نقدموا لكم نفس المحتوى بنفس الاحترافيه خاوتنا. وكما راكم تشوفوا غرفه نوم تاع اليوم راهي تحت اسم ساموراي سان. بعد ما شفتوا الطروا والكات نبداو على بركه الله بلولي تاعها. كما راكم تشوفوا تدلي الديزاين تاعها اللي بزاف شباب اللي شفتوه في ساموراي اللي من قبل، لو بيتي دوسي كذلك راح تلقاوه بالخشب، والكابيتوناج اللي راهو بومبي حاجه ما شاء الله في اللون، المارون فونسي حاجه الله يبارك. اما بالنسبه لي ديمونسيون تاعو راهو 1.90 على 1.60. الكابيتوناج تاع لو غرون دوسي كذلك راهو بومبي حاجه الله يبارك بلي بودون. كيما راكم تلاحظوا مع هذاك التصميم بالفيمي من الفوق اونكادري كامل اون بوا روج. ننتقلوا ونشوفوا لي طاب دو نوي خاوتنا. لي طاب دو نوي كيما شفتوهم في لي ساموراي اللي من قبل نفس التصميم نفس الشكل العصري الجميل. كيما راكم تلاحظوا فيها انتيروار وانتيروار سكري من تحتها بقاعده زجاجيه في اللون الاسود من الفوق حاجه ما شاء الله خاوتنا. اما بالنسبه للتيروار كيما راكم تشوفوا يرفد حاجه الله يبارك الداخل، يعني راهو واسع، والتيروار راهو غليسون اوفرتور فاصل كيما عودتكم اثاث الثقه. ننتقلوا ونشوفوا لو تيروار سكري تاع لا طاب دو نوي تاعنا. كيما راكم تشوفوا خاوتنا يعني ما فيهش امبواني، يتحل بطريقه يرفد حاجه ما شاء الله. راهو برايا تركيا غليسونت يعني اوفرتير تاعو راهي فاصل خاوتنا. وكيما قلنا لكم الداخل راهو يرفد بامال دي شوز. ننتقلوا ونشوفوا لاكوافوز تاعنا. لاكوافوز هذه اللي راهي عصريه بزاف يعني مختلفه على الكامل لي كوافوز اللي شفتوهم ابار فلاسيري تاع ساموراي. التصميم تاعها كاين دي بي كيما راكم تلاحظوا من الجهه اليسرى. لافينيسيون تاع الخشب الاحمر كيما راكم تشوفوه في لي تيروار وفي لاكوافوز تاعكم حاجه الله يبارك فيها زجاجه بالفيمي من الجهه لاغوش في الديزاين تاعها كيما راكم تلاحظوا. وثاني هذاك الجزء بالمرايه لا دروات قاعده زجاجيه في الفيمي كيما راكم تلاحظوا حاجه ما شاء الله فيها. الطروات تيروار كيما راكم تلاحظوا زوج راهم كبار، واحد راهم متوسط عليهم، ولو تيروار سكري خاوتنا. ما بالنسبه لي تيروار راهم برايا تركيا اوفرتور فاصل خاوتنا، يعني راهي غليسونت حاجه ما شاء الله ماشي حتى عابكم في الفتح. وكيما راكم تلاحظوا الداخل يرفد حاجه ما شاء الله. تغلو ونزيد نشوفوا لو تيروار سكري تاعنا اللي راهو يتفتح بالضغط، يعني ما عليكم غير تضغطوا عليه وراح يتحل لو تيروار سكري تاعكم كيما راكم تلاحظوا الان. الاوفرتور تاعو كذلك راهي برايا تركيا حاجه ما شاء الله خاوتنا، يعني يتحل فاصل مو، والداخل كذلك يرفد حاجه الله يبارك، تقدروا تعتبروه انوتر تيروار. ننتقلوا ونشوفوا مرآه الغرفه كيما راكم تشوفوا. لا غاردروب راهي واسعه الله يبارك فيها، كات بورت كوليسونت راح تلقاو هذا التصميم في لابورت لاغوش، ومام لابورت لادروات راهي بنفس التصميم الرائع كيما راكم تلاحظوا خاوتنا. لافينيسيون بلا ما نقول لكم من برا كيما راكم تشوفوا حاجه الله يبارك، راهي فيها دو تيروار سكري من تحتها كيما راكم تلاحظوا. لي بورت تاع الوسط اللي راهم مرايا بالفيمي حاجه ما شاء الله في اللون الاسود كيما راكم تشوفوا. لافينيسيون راح تشوفوها كذلك من الفوق في لي كوتي وفي كامل غرفه نومكم خاوتنا. والان نروحوا نشوفوا التقسيم الداخلي تاعها. التقسيم الداخلي كيما راكم تلاحظوا خاوتنا ترفد حاجه الله يبارك، راح تلقاو واحد زوج ثلاثة مع لوبا كاتي طاجير من الجهة اليسرى وكاتي طاجير من الجهة اليمنى. أما في الوسط كاين إيطاجير واسع من الفوق كيما راكم تلاحظوا، دوزي طاجير اللي راهم زيادة من الجهة اليمنى تاع الوسط، وإسباس بور لاترينجل من الجهة اليسرى خاوتنا. اما بالنسبه لديمونسيون تاع لا غاردروب خاوتنا، الارتفاع تاعها اللي راهو 2.20 متر والطول تاعها راهو 2.40 متر. والان ننتقلوا نشوفوا لو تيروار سكري تاعنا. لو تيروار سكري كيما على بالكم تضغطوا عليه فقط ويخرج كيما راكم تلاحظوا حاجه الله يبارك خاوتنا، يعني طريقه الفتح راهي سهله، وراهم برايه تركيه يعني اوفرتور فاصل كيما في كامل لي تيروار تاع غرفة النوم تاعكم خاوتنا. وكيما راكم تلاحظوا يعني واسعين يرفدوا حاجة الله يبارك. كنتوا مع ساموراي سانك خاوتنا. بعد ما شفنا الطروة والكات يعني تقدروا تعاودوا تولوا سواء في لاشين يوتيوب تاعنا ولا في الفيسبوك، راح تلقاو غرف النوم اللي راهم نفس التصميم خاوتنا. الاختلاف راح يكون في لو ديزاين شوية في لاغاردروب، وكذلك راح يكون في اللون، يعني رانا حطينا لكم لو موديل ساموراي كات اللي راهو في اللون الأبيض. أما بالنسبة للسعر يبقى هو هو خاوتنا، كامل لي موديل تاع ساموراي اللي دخلونا جدد اللي راهم أون بواروج راهم ب 14.800 مليون مع النقل مجاني ل 58 ولاية. النقل والتركيب راهو مجاني ل 58 ولاية. للطلب او الاستفسار الارقام راهم اسفل الشاشة. في نهاية الفيديو خاوتنا ما تنساوش تخلونا اراكم في التعليقات اللي رانا نقراوهم كامل. ما بقى لي غير نقول لكم بعد الكلام سلام.